حبيباتي أحبائي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو اليوم غادي نحط فيه تغتلات عمرتهم، ما كانش الوقت فين صوب الفون دو تغتلات، دونك خليتهم جاهزين وعمرتهم لأن اليوم ما عنديش الوقت. جيت كربلت هاد الجردة هادي لأن السيد اللي كيجي مرمرة يقادها ساكن فوريكا مع الحجر الصحي، ما كيقدرش يتحرك، دونك راه ما خدامش مسكين. لهذا انا اللي صوبت هذا الشيء. درت واحد التكربيله، قطعت كاع داك الشيء اللي خصو يتقطع. بقيت هاد اللوايه هادي، المهم حيت منها لو ماكسيموم ديال الاوراق اللي دابله. غسلت هاد السقاية هادي، انا دائما في هاد القطعة كنحط شي شوية الماء سبيل الفريخات كيجيو يشربو. ليمونة عاود ولدات ما شاء الله. ليمونة ديالي المفضلة هي هادي، ما شاء الله الليمون ديالها زوين، هو اللي كنقد منو مربى البرتقال. لي طارتلات ديالنا اللي غادي نعمروها هما، انا صراحه خديتهم جاهزين، اللي بغى يصوبهم ممكن يصوبهم، ماشي شي حاجه صعيبه، لاباط سهله اللي كيصوبوا بها. دونك انا خديتهم وغادي نعمرهم بهذا لافارس هذه اللي عندي. غادي نعمرهم دابور بلا كريم اللي متكونه من واحد جوج بيضات. هنا عندي 80 غرام ديال السكر، غادي ندير واحد معلقه ديال الفاني فانيلي كيد، هذا واحد جوج معلقات ونص ديال المايزينا، عندي واحد معلقه ديال الزبده، وعندي 500 مليليتر ديال الحليب يعني نصف لتر. دونك وباش التزيين او بيان دورابل فريز او بيان بالبنان او بيان التفاح، انا غادي نقادها بالاناناس وبالافوكا. دابا غادي نبدا، غادي نجي هنايا غادي ندير هنا غادي نجي ندير البيض، البيضات غادي ندير معاهم السكر، غادي نحرك مزيان، غادي نزيد عليهم لافاني، غادي نزيد المعلقه ديال الزبده والمعلقه ديال النشا فيكول دو مايس، غادي نحرك مزيان. كيكون عندنا هذا القوام هذا
عليهم الحليب، غادي نمشي نحطو فوق النار باش غادي نخترو. دونك منين كنحطو فوق البوطه كنبقاو كنستمروا في التحريك، كنستمروا في التحريك باش ما يتكبدش لينا ديك المايزينا مع البيض، مع باش يبقى عندنا داكشي اوموجين وما يديرناش الكويرات، يعني انا غير با دو رومي. لا كريم هي عندي وجدات، غادي نجي هنا نبدا نعمر، ما عنديش ديك لا بوش وزيدون، انا درتها شويه ليكيد. منين غادي نديرهم يبردو راه غادي تجي مزيانه. غادي نبدا من هنا، فوالا غنستمر تا نعمرهم كاملين وعاد نزوقهم. دونك انا باش ما نطولش الفيديو، انا ديجا حطيت هنا الاناناس والافوكا، ممكن تحطوا الفخيز، ممكن تحطوا اي حاجه. غادي نجي هنا نحط طريفات ديال الافوكا، فوالا صافي ها موجود عندنا. مثلا عندي هذه ما درتش فيها، فوالا بعد ما قديتهم زوقتهم انا بهاد لي بيرل. اللي بغى يزوقهم باش ما بغى، اللي بغى يخلي غير الفواكه هكذاك مزيان. حبيباتي احبائي، نتمنى لي طارتيلات ديالنا يعجبوكم، اللي بغى يقاد لي فون دو تارت يقادهم في الدار، سينو كيشريهم جاهزين. بحال اليوم انا ما كانش عندي الوقت، استعملت لي فون دو تارتيلات ديجا جاهزين. حبيباتي احبائي، الى اللقاء.